التقرير اللي راح يرفع الى السيد رئيس الجمهوريه موجود حاليا في الطباعه، وان شاء الله قريبا جدا راح يسلم الى السيد رئيس الجمهوريه. راح يتعلق، يعني هو اول تقرير تقدمه الهيئه الوطنيه متعلق بوضعيه الطفوله في الجزائر. هذا التقرير ساهم في اعداده كل القطاعات الوزاريه وفعاليات من المجتمع المدني وممثلين على قياده الدرك الوطني والمديريه العامه للامن الوطني، وهم اعضاء لجنه التنسيق الدائمه للهيئه الوطنيه لحمايه وترقيه الطفوله. واكيد انه راح يختم بمجموعة من التوصيات راح تكون إن شاء الله ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية بما يخدم المصلحة الفضلى دائما للطفل. ابتداء من شهر جانفي إلى غاية تاريخ اليوم تلقينا تقريبا 400 إخطار يمس 730 طفل، يعني عدد كبير متعلق خاصة بسوء معاملة للأطفال أو استغلال اقتصادي للأطفال، وفي حالات أخرى متعلقة بعدم التحكم في تصرفات الأطفال. لكن نتلقى كما دائما نقولها لكم أنه يوميا نتلقى إلى غاية 10,000 مكالمة هاتفية من قبل المواطنين. هذا دليل أنه هذا الرقم بدأ يعني ينتشر في كل أنحاء الوطن وبدأ يأخذ مكانته المهمة، لأنه رقم موضوع لخدمة الطفولة.